يا جدعان، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده فيديو جديد، بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فكره فيديو النهارده يا جدعان ان لسه في باكج نازل اللي هو بتاع الكار الخفاش ده، لسه نازل النهارده، فيا جدعان لازم نفتح عليه. تاني حاجه بقى يا جدعان، دفعه اداني رابط من الاكونت اللي كان معايا زمان، فاداني الرابط قال لي افتح بالشدات، انا مش هصرف. فهو شكله كده رجع لي الاكونت، مش عارف من طريقه كلامه حاسه رجع الاكونت. فالمفروض يا جدعان ان النهارده انا اسافر له واروح له القاهره علشان نشوف حوار الاكونت ده، بس انا خايف ان هو يسوحني بس اللي انا اروح وما الاقيهوش. فالمهم يا جدعان سيبوكوا بقى من الكلام ده كله، تعالوا بقى يا جدعان يلا علشان نفتح الباكج. فرجاله ما تنسوش اللايك بتاعكم، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واحلى مسا عليكم يا رجاله، اسيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. يلا يا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. العب. بص يا جدعان الباكج، بص الباكج يا جدعان، بص الباكج يا جدعان، بصوا الكار جامده قوي. بصوا يا جدعان، بصوا ايه ده. يلا بص، الله الله، ايه دي بقى يا جدعان بقى؟ دي لما تبقى اوف لوبي. ماشي. البدله مش عارف البدله، ها ممكن معرفش، ممكن البدله مش قد كده. اما نشوف البدله، خلاص بقى انجزونا يعني. البدله مش عادي عادي، احنا نفتح بالحب. احنا ممكن ايه بقى يا جدعان؟ نجيب الكار ونجيب الجروزه دي. يعني انا افتح الكار وعلى الجروزه، بس انا مش عايز غير الكار والجروزه بس يا جدعان، هم دول بس اللي هنفتح عليهم. تعالوا بقى ندي واحده سكباية كده. صفر شده، العب. صفر شده تاني، العب. ياش 10 سي، خد ب 10 سي. يلا بقى يا جدعان، اول فتحه بحظ اللايكات. انزل يا زميلي دلوقتي، فجر زر اللايك علشان الفتحه دي باسمك. يلا روح يا رب. ملحقنا؟ ايه ده؟ الو، اتفتحت بسرعه البرق ليه كده يا جدعان؟ الله، الفتحه دي يا جدعان بحظ الاشتراكات. انزل يا زميلي دلوقتي اشترك، واحلى مسا عليك، الفتحه باسمك. يلا حاجه بقى. قطعه؟ دي قطعه ولا ايه دي؟ فكرتها قطعه والله. ماشي، فتحة دي يا جدعان بقى بحظ اي حد هينزل يشترك في قناتي التانية يا جدعان بتاع الكورة، هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. عدلك تلاتة تكون اشتركت، واحد اتنين تلاتة. الفتحة دي باسم الناس اللي نزلت اشتركت في قناتي التانية بتاع الكورة، تحت في الديسكريبشن. الفتحة باسمك يا رجال. الله، ونقول بسم الله. ايوة اهو يا ولاد اللعيبة. دي قطعة دي ولا شيك باك تاني؟ الله، ده شيك باك. طيب يا جدعان، الفتحه دي بحظ الناس برضو اللي هتشترك في القناه يا جدعان بتاع الكوره، اللي تحت في الديسكريبشن وهتلاقيها في الكومنت المسبق. القناه دي يا جدعان بتاع الكوره الثانيه. فرجاله الفتحه دي باسمكم وباسم الناس اللي هتروح دلوقتي تشترك في القناه. يلا يا رب بقى، يا رب قطعه بقى. وفي يا جدعان، الله، والباكج ماله؟ والباكج زعلان مني في حاجه؟ طب بصوا يا جدعان، احنا ايه، نعمل حركه حلوه بقى علشان احنا كده كده اصلا في اصلاح عايزين نطورها، انتوا فاهمين؟ فنشتري ايه؟ واحدة ماتريال وندخل نكمل عادي على الباكج، فاهم انت؟ لأن احنا ايه؟ هنصرف ممكن 10,000 شدة، 12,000 شدة بالكتير، فاهم انت؟ يلا رجالة، الفتحة دي بحظ الاشتراكات يا جدعان. يلا عايزين نوصل ل 550,000، ما فاضلش غير 20,000 يا رجالة. يلا اشتركوا. ايه ده بقى؟ يا جدعان الصندوق ماله؟ الباكج ماله صعب قوي ليه كده؟ الله، الباكج صعب. طب يا جدعان، الفتحة دي بحظ اللايكات يا رجالة، انزل دلوقتي اعمل لايك يا زميلي للفتحة باسمك. ها، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا، في ايه بجد؟ الباكج وحش، الباكج وحش خالص. طب يا رجاله، الفتحه دي بحظ اي حد بقى هينزل يشترك في قناه الكوره، اللي تحت في الديسكريبشن وهتلاقيها في الكومنت المثبت. الفتحه دي باسمك يا صاحبي، لان في حاجه هتطلع باذن الله، باذن الله. يا رب يا رب يا رب. عمله واحده، عمله واحده، واحده واحده ما كده، معايا عملتين. حلو، ماشي يا رجاله، الفتحه دي هتبقى سكيبايه بقى. ندي واحده سكيبايه، ندي ولا اقول لك السكيبات في الاخر. الفتحه دي يا جدعان هتبقى بحظ بحظ مين؟ بحظ مين؟ بحظ مين؟ بحظ كل اللي هيعمل لايك للفيديو ده. يلا يلا يا عم، بحظ اللايكات. الله، طب هندي واحده يا جدعان سكيب بقى لعيون الناس اللي هتنزل تشترك في القناه الثانيه يا جدعان، هتلاقوها تحت في الديسكريبشن وهتلاقوها في الكومنت المثبت. اي حد هيشترك في القناه الفتحه دي باسم، وقف الفيديو انزل اشترك وتعالى كمل. يلا واحده سكيب بقى لعيونكو، بسم الله. واحده ثانيه سكيب بقى لعيونكو للناس اللي اشتركت برضه في القناه الثانيه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، وفي ايه يا جدعان؟ الله، في ايه؟ الباكج ماله؟ الباكج ماله صعب ليه كده؟ يا نهار اسود. طب الفتحه دي يا جدعان بحظ اي حد من القاهره يا جدعان. يلا بحظ القاهره كلها. الله، ده ما طلعلناش حاجه خالص. طب بحظ اي حد من اسكندريه. يلا الاسكندرانيه كلهم يعملوا لايك للفيديو ده. الله،
طب بحظ اسكندريه والقاهره، واي حد من اسكندريه والقاهره يا جدعان ينزل يشترك في القناه، القناه تحت في الديسكريبشن وهتلاقوا في الكومنت المسبب، انزلوا اشتركوا يا جدعان في القناه لان الفتحه دي باسمكم بتوع اسكندريه والقاهره. يلا 1 2 3 في حاجه حلوه يا رب. فاجئوني بقى كده واحده. الباكج صعب، الباكج صعب جدا جدا جدا. طيب يا جدعان الفتحه دي هتبقى بحظ بحظ كل الناس اللي هتفعل الجرس، بحظ تفعيل الجرس عشان تشوف الفيديو بتاع اول واحد، بحظ تفعيل الجرس. ها حلو، دي ايه دي؟ ايه دي؟ ما اعرفش والله. طب يا جدعان الفتحه دي يا جدعان بقى بحظ كل اللي هيدخل قناه الواتساب يا جدعان، القناه تحت في الديسكريبشن، لو انت لسه ما دخلتش ادخل قناه الواتساب يا جدعان تحت في الديسكريبشن، الفتحه دي باسمك، روح خش دلوقتي في قناه الواتساب هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، انزل اعمل لهم متابعه. يلا رجاله الفتحه دي باسمكم. ها مين اللي الناس اللي راحت على قناه الواتس؟ كده ما فيش حد راح على قناه الواتس. قناه الواتس يا ابني تحت في الديسكريبشن، بنزل هناك كل حاجه وبتكلم معاكم، اللي لسه ما دخلش قناه الواتس تحت في الديسكريبشن، والقناه الثانيه برده تحت في الديسكريبشن. يا جدعان الباكج صعب جدا بجد، معناش غير 1300 شده، الباكج صعب صعب. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب حاجه نظيفه يا رب. يعني البدله ما تطلعش، البدله ما تقولكش خد يا عم انا طلعت اهو، ما ينفعش. نستلم واحده ماتريال، تعالوا نستلم الكام ده كده، واطار. ايوه دي ايه دي؟ السلسله دي ولا؟ يلا يا رجاله نكمل. يا رب يا رب ادعوا معايا يا رب البدلة ما تطلعش كده تفاجئني، او الكار يا عم الكار تطلع. ليه كده؟ ليه 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 بس؟ احنا فاضل لنا 20 عملة يا جدعان، انا هفتح لحد ما اجيب ال 20 عملة وسلام عليكم بس كده. ماشي يا رجالة هنفتح لحد ال 20 عملة يا جدعان. الفتحة دي اي حد لسه ما اشتركش في قناتي التانية يا جدعان، قناة الكورة تحت في الديسكريبشن وهتلاقيها في الكومنت المثبت، انزل اشترك هناك يا معلم، دي قناتي التانية، الفتحة دي باسمكم بقى يا جدعان. يلا نقول بسم الله. عربيتين ياه اخيرا، واخر فتحه يا جدعان شكلها. يا جدعان يا جدعان وقناه الواتس برضو تحت في الديسكريبشن، نروحوا اعملوا متابعه هناك، دي قناتي يا جدعان برضو فيها 6200 واحد. انت الرقم كام يا ابني؟ خش ونقول بسم الله يا رب. عمله بقى، عمله اخيرا، ده انا تعبت، ده انا خلاص عايزين، فاضل لنا كده 8 عمل يا جدعان، 8 عملات. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ده واحد سكيب بقى يا جدعان، يا رب يا رب البدلة تطلع. حلو حلو يا لهوي حلو، فاضل لنا واحدة، انت متخيل واحدة بس؟ يا رب يا رب بحظ اللايكات يا جدعان، اعملوا لايك يا جدعان، اعملوا لايك، بنصرف فلوس دلوقتي، اعملوا لايك كلها عمل. طب اعملوا اشتراك يا جدعان، طب فعلوا الجرس يا جدعان بقى، يا جدعان فعلوا الجرس. الله في يا جدعان، لا 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 كده بقى واخد خالص، ده احنا بقينا 17000 شده، يا نهار اسود. طب بحظ كل الناس اللي هتعمل لايك، يلا يا رب. يعني البدله مستحيل تطلع، يعني البدله مستحيل تطلع لي، انا هجيب دي ال 50 ودي ال 17 عمله. يا رب يا رب كل الناس يا جدعان تعمل لايك يا جدعان، يلا لايكات يا جدعان، رب عمله بقى اخيرا، عمله. حلو حلو حلو، واستلمنا عملة اهي، كده احنا معانا 6 عمل، فاضل لنا عملة كمان يا جدعان. يا رب بحظ الاشتراكات يا جدعان، انزلوا اشتركوا، عايزين نوصل 550000 يا رجالة، اشتركوا يا جدعان نوصل 550000. يا دي النيلة، أنا نفسي البدلة تطلع لي وأنا بفتح، ياه يا سلام. بحظ الاشتراكات تاني يا رب، يا لو البدلة تطلع لي وأنا بفتح أو الكار، ياه. ده سكيب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا دي النيلة يا دي النيلة، ما تفاجئيني بقى، فاجئيني يا عم. ده انا بقى صرفت صرف يا جدعان، انا صرفت. رجاله بحظ الاشتراكات يا جدعان، يلا بسرعه، يلا بقى خدنا عمله، يلا احسن من ما فيش. 7 عمل معانا، 7 عمل يا جدعان، 7 عمل دول بقى عملوا لنا ايه؟ استنوا كده، احنا طلعنا كل حاجه في الباكج كده بقى باذن الله، يعني كده احنا جبنا كل حاجه في الباكج باذن الله، كده احنا جبنا كل حاجه في الباكج باذن الله. 4 قطع كمان اهم، بقى معانا 11 قطعه، 11 حلو، 11 قطعه حلو. يبقى كده نجيب الكار ولا نكمل ال 29 دول؟ بصوا نحسبها 6 و3 9،
ومعانا اتنين كمان، اتنين كمان نجيب بيهم ايه مثلا؟ اتنين كمان فاضل لنا واحده ونجيب الجروزه، يبقى اتنين، يبقى فاضل لنا واحده كده ونجيب الجروزه. فاحنا نفتح يا جدعان لاجل ايه؟ ان نجيب الجروزه كمان، الجروزه جامده. بحظ اللايكات دي، دي بحظ الاشتراكات. يلا نقول بسم الله. بحظ اي حد هيفعل الجرس ونقول بسم الله. الند يا جدع، ده انا نسيت النيد يا جدعان. بحظ كل الناس يا جدعان اللي تنزل تشترك في القناه الثانيه يا جدعان، ده اخر فتحه. القناه الثانيه تحت في الديسكريبشن وفي الكومنت المثبت. الله، الفتحه باسمك يا دي النيله. نكمل اللايك بقى يا جدعان. الفتحه دي برضو يا جدعان، اللي هيشترك في قناتي اللي هي تحت في الديسكريبشن وفي الكومنت المثبت، الفتحه باسمك ونقول بسم الله. حلو. قطعتين حلوة قوي، حلوة قوي قوي قوي، حلوة قوي قوي. تعال نشتري لنا واحدة كمان. حلو، معانا 14 قطعة، 14 قطعة كده جايبين كل حاجة في الباكج بإذن الله. نشتري الكار. الكار العب، وجبنا الكار يا معلم. حط الكار دي بقى تتحط على طول. وجبنا كمان البدلة. العب البدلة كمان، جبنا. حط البدلة، حط دفعة. تقريبا لو شاف الكلام ده مش هرجع الاكونت. ايه ده، دي بتخليني اقف كده يعني؟ لا مش عايزها. ودي ايه دي بقى؟ لا مش عايزها برضه. ونجيب الجروزة يا جدعان، الجروزة. نجيب الجروزة ولا اجيب البدلة دي كمان؟ لا البدلة ملهاش لازمة صح؟ حاسس البدلة ملهاش لازمة، الجروزة اهم بصراحة. احلى جروزة نزلت دي، احلى جروزة نزلت. جبنا الجروزه. العب. جبنا الجروزه كمان. الله، معانا عملتين. نجيب بالعملتين دول بقى. بقول لك ايه، احنا نجيب اتنين ايه ماتريال بس كده. قول لي ليه بقى جبنا اتنين ماتريال؟ هقول لك انا ليه جبنا اتنين ماتريال. علشان هنطور الكار في الفيديو الجاي، وهنلعب بدبل كار يا جدعان، دبل كار. عارف يعني ايه العب بدبل كار؟ استنى بقى، احنا كان معانا كام ماتريال اصلا؟ معانا 6 ماتريال، 6 ماتيريال. فاضل لنا كده 3 ماتيريال يا جدعان. في الفيديو الجاي باذن الله ممكن نطلع ال 3 ماتيريال دول في الفيديو الجاي، سهله جدا. تعالوا بقى يا جدعان نتفرج على الحاجه اللي طلعناها. طلعنا البدله، بس حلوه البدله. طب والله البدله حلوه. لا لا البدله جميله يا جدعان. تعالوا كده نجيب الجروزه. كار، بص الكار جامده، كار جامده، احلى كار نزلت. الجروزه فين؟ اه الجروزه يا جدعان، احنا لازم يا جدعان نطور الجروزه دي. الجروزه لازم تتطور هي الجروزه لازم تتطور هي والكار يا جدعان، اجباري لازم يتطوروا هما الاثنين. فرجاله باذن الله على الفيديو الجاي نحاول نطلع ماتيريال ونطور السلاحيه. فرجاله ما تنسوش اللايك، اشترك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا جدعان قناه الواتس هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، روح اعمل متابعه هناك، دي قناتي. وكمان يا جدعان اللي لسه ما اشتركش في قناتي الثانيه هتلاقيها تحت في الديسكريبشن وفي الكومنت المثبت، هتلاقيها في اول كومنت مثبت كده. انزل اشترك في القناه لان دي قناتي بتاع كوره والعاب منوعه. واحلى مسا عليكم يا رجاله، كده وصلنا لاخر فيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفني. واحلى مسا عليكم يا رجاله، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.